وزير كحيغينكا أمنيغا أيا كاقب غلاي شير لوغا هل يي بربرينتا مينوينكا إيو والحاها قرحا وركن وحينو فافاين أيا هوريهنا عبد الله قعمو مدحك سعودة وزارة أمنيغا حكومة فدرالكا سوماليا أيا كاقب غشي شير لوغا هل يي باهيدا سوماليا أوقب توكورتوغا والحاها قرحا سيوف ليسو واجباتك كسهران إني بربريسو مينوين كالولكا إيوال حاها قرحا ما دام دولد الصومالي أي كقيبتا هاي دولدها سحيحا هشيسكا أوتاوا تريت يعقبدها هرتاغن إن لغدقو صومالي ميالك بحسن أما بكمدح بنان مينوين كيوال حاها قرحا يعقبدها هرتاغن إن لغدقو صومالي ميالك مدح بنان مينوين كيوال حاها قرحا شركة نولغوسو قبقبيي مقالدة جنيفة يدالك إزويزرلان وحا كقيم غالي وزير كحوينك وزارة أمنيقا عبد الناصر سعيد موسي أو أها مدح وفدق صومالي سفيرك صومالي إزويزرلان فاضوما عبد الله محمد يوفدك لو كسعودا هيا دمينوينك والحا قرحا اسيما اي صوماليا وحاسد وكالا كقيب غالي شركة دولودة دانيا اني وحكا قبطان صوماليا اي هيا دها عالميقا سيدا نيدرلان فيلان يوروبيان يونيشن كندا نوروي UNDP يو كوكالا او بدن iyadoo shirar gooni gooni ah la yeeshay hay'adaha kala ah UNMS iyo UNDP wasiirku xigeenka wasaaradda amniga Cabdi Nasir Saciid Muuse waxa uu ka sheegay shirkaasi si loo gaaro in dawladda Soomaaliya ay noqoto meel ka madax bannaan miinooyinka sanadka 2022 in loo baahan yahay dardagelinta howlaha miinooyinka ee dalka sidoo kale hay'ada caalamiga ay la kaashan doonaan sidoo kale waxa uu sheegay wasaaradda amniga gudaha ay geyn doonto baarlamaanka sharciiga miinasaarka ee dalka Soomaaliya iyo hay'adda SIMA waxaa sidoo kale uu sheegay wasiirku xigeenka inay ka caawin doonaan dadka ku waxyeeloobay qaraxyada miinooyinka walxaha qaraxa